الامتحان. بس خلينا ناخد مزيد كمان من التفاصيل يا فاروق، نروح لزميلنا العزيز ايمن جلبرتو عشان نتعرف على رؤيته لمباريات المحترفين بالامس. ايمن، في البدايه بنصبح ليك طبعا انا وفاروق، صباح الخير. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا فاروق وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. خليني ابدا معاك بسؤالي عن ازاي بتشوف اداء محترفينا، يعني تحديدا بالامس لو هنتكلم عن صلاح، هنتكلم عن مرموش، تريزيجيه، وعوده كمان النني، بنتكلم تحديدا لقائمه ارسنال. يعني يمكن امبارح تحديدا الامور ما كانتش افضل حاجه بالنسبه للمحترفين كاداء ونتائج، يعني باستثناء تريزيجيه فريقه فاز وعزز موقعه في الدوري التركي كمركز ثالث يعني. لكن محمد صلاح طبعا امبارح المباراه عصيبه جدا، اهم حدث فيها فكره الغاء هدف دياز اللي كان صلاح بالمناسبه هو يعني العامل التمريره بتاعته، الغاء الهدف يعني عمل حاله من الجدل كبيره جدا في الكره. نتكلم ان لجنه الحكام طلعت بيان رسمي اعترف فيه ان الهدف صحيح وان حصل خطا بشري تسبب في الغاء الهدف، حسابه اوفسايد. كمان الفار لما راجع وتم الغاء الهدف كان امر غريب جدا وكثير للشكوك. والنهارده الناس برضو بتتكلم على فكره ان كمان الفار طلع قال ان هو كان فاكر ان الحكم احتسب اصلا الهدف، وهو كان بياكد على قرار احتساب الهدف وليس الغائه. فيعني بنتكلم في كارثه تحكيميه في الدوري الانجليزي وغير مسبوقة يا أيمن، يعني احنا ممكن نلاقي كوارث تحكيمية في المنطقة عندنا، لكن ازاي في الدوري الانجليزي؟ يعني ده غريب شوية. خلي بالك يا هوان، احنا بنشوف الطريقة اللي بيراجع بيها التسلل في الدوري الانجليزي الموسم ده بعيدا عن المواسم السابقة، بنتكلم الموسم ده الصورة اللي بتطلع قدامنا كده في التلفزيون في مراجعة التسلل بتبقى صور كارثية وما بنصدقش ده الدوري الانجليزي. صحيح. بنتكلم فيه تقنيات حديثة جدا في كشف التسلل بيتم استخدامها في دوريات عديدة ومنهم دوريات في المنطقة العربية هنا وحتى في دوري أبطال أفريقيا، ويمكن للأمانة حتى الدوري المصري حاليا بحس بكشف التسلل لما بنشوفه، يعني حتى لو في مشاكل تحكيمية عندنا لقطة كشف التسلل أو الصورة ساعات اللي بتظهر هنا في الدوري المصري تبقى أفضل من الدوري الإنجليزي. فبنتكلم في خطأ كارثي قالب الدنيا في انجلترا. فالمباراه خلصت كمان 2-1 لتوتنهام بهدف عادي في الاخر. فالمباراه امبارح ما كانتش افضل حال لمحمد صلاح اللي بيعيش برضه فتره جيده كاحد ابرز اللاعبين اللي بيساهموا في اهداف في تاريخ بريمير ليج، وراجل عامل ما بين 4 و5 هذا الموسم غير الاهداف اللي سجلها. ولكن هو امبارح ما نقدرش نقول انه كان الماتش بتاعه، وارقامه حتى في المباراه سيئه جدا، ولكن هي كانت حالة عامة نقدر نقولها كده في المباراة. أيمن، يعني أنا بصب عليك يا أيمن، صباح الفل، وعايز أقف عند نقطة البيان نفسه اللي خرج من رابطة الحكام في الدوري الإنجليزي، أنت شايف الفكرة نفسها إزاي؟ ونقطة تانية، أكيد يعني تابعت تصريحات يورجن كلوب لما قال أنا هستفيد إيه؟ يعني أنا كنا متوقعين مع وجود تقنية الفار هيبقى الوضع أفضل أو أحسن، لكن نفس الأمر كان اتكرر في مباراة مانشستر وولفرهامبتون. شايف فكرة إن رابطة الحكام تطلع في بيان وتقول وتعترف بالخطأ، ناس قالت ان ده صح وناس قالت مش هيفيد بشيء. طبعا الفل يا فاروق. طبعا بص، هو الاعتراف بالخطا حاجه كويسه يعني بشكل عام، حتى لو مش هيفيد بحاجه، لكن هو في الاخر ما حدش بيكابر لان الموضوع واضح. يعني النهارده كمان لو تخيل بعد كل اللي حصل المباراه امبارح ده النقطه دي، ولجنه الحكام مثلا طلعت قالت والله القرار ده 50 50 او والله اخطاء وارده في كره القدم، او عارف انت التصريحات اللطيفه دي كانت هتبقى كارثه اكبر. لكن هو النهارده هو اعترف بوجود خطا، وده في حد ذاته امر جيد. لكن فعلا على راي كلوب هو استفاد ايه؟ محدش استفاد حاجه. طبعا اخطاء جزء من كره القدم واخطاء التحكيم هتفضل مستمره حتى في وجود الفار، لان في الاخر هم بشر اللي بيتعاملوا. حتى في وجود التكنولوجيا نفسها ساعات بيحصل فيها مشكله، وبتشوف ساعات كتير قوي الساعه بتاعت خط المرمى بتعطل، مش عارف ايه في الاوفسايد بيحصل فيه عطل. ولكن ده خطا جسيم، ده خطا كارثي، ده مش مجرد خطا. صحيح. النهارده انت بتتكلم في حاجه غيرت نتيجه مباراه، وحاجه سهله جدا ان هي تتكشف، ولكن النهارده يعني اتخذ قرار خطا وخطا متكرر. ففعلا هو بالنسبه لليفربول هو
ليفربول مش هيستفيد حاجه ان لجنه الحكام تطلع تقول ان القرار كان غلط وان كان لازم الهدف يحتسب، مش هيستفيدوا حاجه، وما اعتقدش ان هيتم اعاده المباراه او ما شابه. ولكن يعني ده جزء من الكوره، ولكن هل انجلترا التعامل ازاي مع الحكام الفتره اللي جايه؟ لان الموسم ده تحديدا الاخطاء واضحه وكثير. هنشوف هل الامور هتتحسن ولا في خلل ما في المنظومه التحكيميه في الدوري الانجليزي. خلينا نشوف، خلينا ننتظر فعلا ونشوف. صحيح، ولو في اي مشكله نشوف لهم بيريرا يعني. نشكرك جدا زميلنا العزيز الناقد الرياضي ايمن جلبرتو.